السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone. Welcome to lecture 22 Organic Chemistry 3. النهاردة بنكمل في الشابتر بتاع التربينز. الطريقة الرابعة اللي هي السينثيتيك ابروتش، ان انا احضر هذه المركبات بطرق انا اقدر اتوقع الخطوات بتاعتها هتديني ايه بالظبط. للمولكيول نفسه او للجزيئات اللي هو بيكسر لها، لان ما كانتش كل المركبات معروفه في ذلك الوقت. انا بتكلم على هنا نهايه القرن ال 19 واوائل القرن الايه؟ ال 20. الكيمياء دي ايه؟ بدات بريت قوي. هناخد هنا امثله بقى، فهناخد مثال للاسايكليك مونوتربينز زي النيرال والكحول بتاعه او الريديوست ستراكشر بتاعته والكحول. هناخد هنا مثال للسترال. ايه سترال اللي هو النيرال؟ هلاقي ان هو بيولوجيكالي اكتيف مولكيول لانتي مايكروبيال وانتي اوكسيدنت، مضاد للاكسده، انتي كانسر، انتي دايابيتيك اند انتي انفلاماتوري. ده من الناحيه البيولوجيه. كمان ليه ريحه اروما بنستخدمه في الايه؟ في الروائح. تعالوا مع بعض نتذكر اللي قلناه عن السترال ستراكشر في المحاضره اللي فاتت. قلنا ان الموليكولار فورمولا بتاعته C10H16O. لقينا ان في اتنين دبل بوند لانه بيتفاعل مع اتنين مول من البي ار 2. المولكيول ده بيتفاعل مع الهيدروكسيلامين عشان يدي اوكزيم، ومع الفينيل هيدرازين عشان يدي هيدرازون. يبقى معنى كده ان السترال ده لازم يكون فيه ايه؟ كربونيل جروب، اوكسو جروب. كمان السترال بيتفاعل ويدي بوزيتيف تيست مع تولينز ري ايجنت. يبقى معنى كده ان الكربونيل دي هي عباره عن الديهيديك ايه؟ جروب. لقينا برضو ان الاستراكشر بتاعي لما انا بسخنه مع البوتاسيوم هيدروجين سلفيت بيديني البارا سايمين. والمعنى كده ان انا عندي ميثل وايزو بروبيل جروب 1 ل 4 1 2 3 4 في الكربون سكيلتون بتاعي. اوكي؟ طيب. كمان من المرة اللي فاتت قلنا إن السترال لما أنا بحط عليه أسيدفايد بوتاسيوم برمنجنيت بيديني أسيتون وأوكزاليك وليفولينيك أسيد، وقلنا إن إحنا لو جمعناهم مع بعض إن يطلع الاستراكشر بتاعي بالمنظر ده. اوكي؟ كل ده قلناه في المحاضرة اللي فاتت. أنا بقى عايز أتأكد على إن هو ده. اوكي؟ إن أنا أحضره. طب أحضر المولكيول ده إزاي؟ تعالوا نشوفوا كده فيجن. الناس دي في القرن الماضي حضرت هذا المركب إزاي؟ وشافته إزاي؟ في هذا الوقت ما كانش فيه الريترو سينثيسيز والاستابليشد، اوكي، وما كانتش مكتوبه، لكن الساينتست اكيد كانوا لما بيفكروا في حاجه زي دي لازم يكونوا بيفكروا بالطريقه دي حتى لو مش مكتوبه. هو بص للمولكيول ده قال ان هو هيقص هنا وهيخلي دي كربونيل وهيضيف عليها مجموعه، ممكن يحصل اديشن واليمينيشن اوف ووتر. علشان يعمل كده فكر ان هو هيستعمل الاستر كبريكورسر،
اوكي. يبقى معنى كده هيحط هنا كربونيل معاها اللي كان معروف ريفورماتسكي دي ايجنت، اوكي، اللي هو الهالو استر مع وجود الزنك، هيبقى كانه ايكوفالنت للسي اتش 2 اي سي او او ار، يبقى هينضاف وبعدين هيحصل اليمينيشن اوف ووتر هيديني ده. طب ده اجيبه منين؟ برضو فكر ان هو هيقص هنا، القصه دي هتديني المجموعه دي عليها بوزيتيف والمجموعه دي عليها ايه؟ نيجاتيف. ويل يبقى دي كانها ده اللي هو السينثيتك ايكوفالنت. طب المجموعه دي تتكون ازاي؟ فهو فكر ان هو علشان يقدر يحضر ده ويكون ليه ثبات انه هيستعمل الايه؟ الدايكربونيل الاسيتيل اسيتون. اوكي؟ تعالوا نشوفه من التفكير ده هو هيحضر المركب بتاعه ازاي. بدأ بال 1-3 دايبرومو 3 ميثيل بيوتين، فعله مع الاسيتيل اسيتون صوديوم سولت، يبقى هيحصل ان ده نيجاتيف وده بوزيتيف نيوكليوفيليك ديسبليسمنت رياكشن، ودي تطلع هيتكون ده، هيعالجه ببيز، البيز هيجي على ده وياخد الاتش ويدي الدبل بوند. فيرذر هيعمل اتاك، وهنشوفها كمان يعني ايه بعد في السلايدز الجايه، هيعمل اتاك على واحده من الكربونيل ويطلع صوديوم اسيتيت ويديني الايه؟ الميثيل هبتينون اللي انا افعله بعد كده زنك و ايودو ايثيل ايودو اسيتيت في وجود اسيد ريفورماتسكي رياكشن، وحيدي ايه؟ جيرانيك اسيد استر، هيحصل اديشن من السي اتش 2 ماينس على السي دبل بوند ويديني او اتش ويديني المجموعه دي. بعد كده هعمل اليمينيشن لووتر، وبعدين هعمل هيدروليسيز للاستر فهيديني الاسيد، هعالج الاسيد ده بكالسيوم هيدروكسيد واسخن هيديني السيترال. اوكي، ده الطريقة اللي فكر بيها ونفذها الكيمست في أوائل القرن الإيه؟ الماضي. المركب ده طلع إن هو ليه نفس مواصفات الإيه؟ السترال اللي طالع من الناتشرال برودكت، بس هو هنا إيه؟ ميكتشر من الإيه؟ من الزي والإيه. تعالوا نسترجع معلومات من أورجانيك 2. ايه تأثير البيز على ال 1-3 دايكربونيل؟ البيز ال OH minus نيوكليوفيليك اتاك اديشن على واحدة من السي دبل بوند، او هتتكسر الرابطة الثنائية وتصبح رابطة ايه؟ احادية. الانين اللي اتكون هنا التو الكترونز دول هينزلوا مرة تانية يعملوا هنا دبل بوند، وتتكسر الرابطة بتاعة السي سي بوند تتكسر، والتو الكترونز يعملوا هنا بوند يبقى هنا دبل بوند، وتتكسر الدبل بوند دي تبقى سنجل بوند، يبقى هيكون عندي الانوليت اللي هو ستيبل باي ريزونانس،
وحيكون عندي الكربوكسيليك أسيد، هيحصل بروتون ترانسفير فيديني الكربوكسيليت ويديني الإينول. الإينول بيحصل له توتمرايزيشن ويتحول للمور ستيبل فورم اللي هو الكيتو فورم. أوكي؟ ريفورماتسكي رياكشن، بنبدأ بالإستر هالو كومباوند، الزنك بيحصل له إنسيرشن بين الكربون إكس ويكون ده المركب ده، تو بيسز بيقربوا لبعض ويحصل إيه؟ يكون عندي الإينوليت بكل كده ايه سهولة، يكون عندي الايه الإينوليت سبيسيز دي بتتفاعل مع الكربونيل بتاعي فيا 6 ممبر ترانزيشن ستيت ويديني البيتا هيدروكسي استر بعد ما ايه اعمل هيدروليسيز لايه الزنك انترميديت. الكلام ده اخدناه في اورجانيك 2. المفروض الاساسيات دي ما تطرش منك لان هي دي حجر الاساس اللي بتبني عليه. اوكي تعالوا نشوفوا فيجن تاني لطريقة التحضير. ادي السترال، انا ممكن اجيب المولكيول ده من الالكين الكوكسي جروب والكوهول كسبستيتيونت، اجيب السبيسيز دي من الالكوكسي اسيتيلين اللي ممكن يكون تكوينه سهل من إضافة الكربونيل للكوكسي اسيتيلين صولت، هنا يا إما مغنيسيوم بروميد او كلورايد او ليثيوم، يبقى ده عليه البارشلي بوزيتيف والكربون دي عليها البارشلي نيجاتيف، وهتبقى اكتنج از نيوكليوفايل وهتهاجم هنا وهتديني ده. طيب ده يجي منين؟ احنا قلنا ازاي ده حضروا الكيمست قبل كده، لكن لو انا قصيت هنا زي ما قلنا قبل كده ده هيبقى نيجاتيف وده هيبقى بوزيتيف في تصوري كده، يبقى السينثيتك ايكويفالنت بتاعي يا اما على الكربون دي بروميد. اما هنا فبدل ما الكيمست يستخدم الاسيتايل اسيتون استخدم الايثيل اسيتو اسيتيت for a as a synthetic equivalent. الكيمست عمل ايه؟ اول خطوه خد الكلورو اسيتالدهايد داي اسل اسيتال، حط عليه صوديوم اميد، اتشال اتش سي ال وايثانول، كون عنده الايثوكسي اسيتيلين، حط عليه ار ام جي في ار فكون الإيثوكسي أسيتيلين مغنيسيوم بروميد. هنستخدم ده في الخطوة اللي بعد كده. نفس الموليكيول ده أقدر أجيبه بس أجيب الليثيوم سولت بتاعه. الكيمست استخدم إيثانول رياكتد with 112 تريكلورو إيثين باستخدام بوتاسيوم هيدرايد
followed by N-butyl lithium tetrahydrofurane at minus 78 degrees Celsius. يتكون عنده الإيثوكسي أسيتيلين ليثيوم سولت اللي احنا ممكن نقول عليه برضو إيثوكسي إيثينايل ليثيوم. ده منشور في جورنال أورجانيك كيمستري 2007 فوليوم 72 بيج 9736. خلصنا البيسز الأولانية اللي هي تحضير الإيثوكسي أسيتيلين مغنيسيوم بروميد. الجزء الثاني أنا عايز أحضر الكربونيل سبيسز. حضرها زي المرة دي كيمست بدأ بأسيتيلين، حط عليه أسيتون، أول خطوة حط صوديوم وليكويد أمونيا فكون الأسيتيلايد ده. ده هيبقى الصوديوم سولت بتاعه، هيعمل أتاك هنا وهيديني الألكوهول ده. عمل بارشل ريدكشن للتريبل بوند، خليها دبل بوند باستخدام زنك كبر ألوي. خد السبيسيز دي وحط عليها أسيد فحصل ري أرينج. يا ريت تحاولوا فيها، وعايز يستفسر عن الميكانيزم يتواصل معايا. ده كأنه هوم وورك تعملوه. بعد كده حط فوسفورس تراي بروميد، تحول الـ OH إلى BR، ضاف عليه الصوديوم سولت بتاع الإيثيل أسيتو أسيتيت، نيوكليفيليك ديسبليسمنت، حضرنا مين؟ الكربونيل كومباوند اللي احنا كنا عايزينه، التارجت مولكيول. نكمل بقى للفاينل. خدنا الايثوكسي اسيتيلين مغنيسيوم بروميد، ضفناها على السبيسيز دي كخطوه اولى. الخطوه اللي وراها عملنا هيدروليسيز فحولنا ايه؟ دي بقت ايه؟ او اتش. يبقى هنا ده عمل اتاك وهيبقى هنا على الاكسجين المغنيسيوم بروميد. لما بعمل هيدروليسيس بتتحول بدل او ام جي بي ار هتبقى او اتش. هعمل بارشل ريدكشن للتريبل بوند باستخدام هيدروجين باليديوم ليندلر كاتاليست، اتحولت الى الايه؟ الدبل بوند. بعد كده هحط اتش بلس دايلوت. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هنا بروتونيشن followed by attack of water هنا، والبروتونيتد سبيسيز اللي اتكونت هنا هتطلع، وهيبقى عندي هنا الدبل بوند، وهنا هيبقى عندي او اتش والاو اي تي اللي كانت موجوده. هيحصل elimination لإيثانول، ده هيمي أسيتال. هيحصل elimination لإيثانول ويتكون الإيه؟ الألدهايد. كل البيزز دي موجودة في أورجانيك 1 و 2، يعني بمعنى أصح مفيش جديد غير ترتيب وبرمجة إيه؟ تعليمك. هنا انا عامل، انت تحاول بقى من نفسك تطلع بفيجن جديد للسينثيسيس. اوكي، ادي الموكيول. حسب الحاجات اللي احنا درسناها قلنا ان الالدهايد ممكن تيجي من الاميد ده بالريدكشن. الاميد ده ممكن تحضيره من الايه؟ من الاستر. طب انا لو قصيت هنا الكربونيل نفس السبيسيز اللي ايه حضرناها بالطريقه الاولى والثانيه،
وهحط عليها الايه؟ الايثيل داي ايسوكسي فوسفورايل اسيتات سبيسيز اللي هي موديفايد بتاع فيتيج رياكشن اللي هي ايكوفلنت او سينثيتك ايكوفلنت ايه للثنسون سي اتش 2 ماينس سي او تي. دي طريقه تفكير. يبقى لو انا عايز احضر بالطريقه دي هبدا بالكربونيل كومباوند احط عليه الايثيل داي ايسوكسي فوسفوريل اسيتات هستخدم بيز صوديوم هيدرايد في تترا هيدروفيورين ات زيرو ديجري دي الكونديشن بتاعت فيتيج هورنر الموديفيكيشن بتاعت فيتيج ري ايجنت هيديني هنا الدبل بوند وادي الاستر بتاعتي هفاعل الاستر مع الان او ديميثيل هيدروكسيلامين في وجود ايزوبروبيل ماجنيسيوم بروميد تترا هيدروفيورين از ا سولفنت هيديني الوينرب اميد اوكي الامد ده هعمل له ريدكشن بليثيوم داي ايزو بيوتيل تيرشي بيوتوكسو الومنيوم هيدرايد اللي هو ده اجين ات زيرو ديجري في تترا هيدروفيورين هيعمل ريدكشن وتتحول المجموعه دي الى ايه؟ الى اتش. اللي يحب يقرا اكتر في الموضوع ده منشور في بوليتن كوريان كيميكال سوسايتي 2015 فوليوم 36 بيج 2928 دي بروبوزد اوكي بناء على نفس المعلومات. يعني احنا بنطبق ونطور من نفسنا باستخدام الريجنت الجديده الطريقتين الاولى والثانيه دول اللي منشورين فعليا و اللي الكيم استعملهم. اوكي انت ممكن تقترح طرق جديده بناء على المعلومات اللي انت عمال تكتسبها لان مش ممكن نكون بنتكلم على يعني فوق ال 80 سنه والكيمياء عماله تتطور يبقى اكيد في طرق جديده ايه تطلع. هنا هنتكلم على ازاي احضر السترونيلال وهو عبارة عن reduced form من السترال. أنا بحول الدبل بوند دي لسنجل بوند. well في وجود another double bond يبقى highly selective reduction للإيه؟ للألفا بيتا unsaturated. اوكي؟ كربونيل دبل بوند. الكيمس قدر يعملها ازاي؟ ان هو استخدم هيدروجين باليديوم. الباليديوم ده كفر باي نانو بارتيكلز اللي هي عبارة عن سيتايل تراي ميثل امونيوم كلورايد اوكي في وجود بوتاسيوم هيدروكسيد ووتر ات روم تمبرتشر قدر يعمل سيلكتيف ريدكشن للدبل بوند ايه الكلام ده منشور في كيم ارشيف 2021 alright see you next lecture